باهت. سعود باهت مظبوط. كابتن فضل عنوانك لهذا ثلاث عناوين. انت قلت منهم اثنين اتفضل. يعني انت قلت اصعب فوز سهل تاهل صعب على حساب منافس سهل. دوت عنوان بتوعك ومؤمن يمكن زميلنا مؤمن حسن قال المباراه دي درس في كره القدم. درس ان كلنا اتكلمنا على منافس سهل جدا او مش سهل سهل جدا. اول حاجه عشوائي جدا ما بتكلمش على هدف بتكلم على حتى كمان هو كان ممكن خلابات ممكن كوره فيها كل حاجه ايوه كان ممكن في اخر خمس دقايق يجيب جون برده زي ما هو جابه كده. ده في واحده كنا قاعدين ده في واحده جت ممكن احنا يعني انت متخيل ابراهيم انت بتلعب منافس سهل جدا من وجهه نظرنا كلنا وفي الاخر انت قاعد على اعصابك فلا الموضوع سهل. انا بتهيألي كولر احنا اشدنا بيه الشوط الاولاني وقلنا ان هو دور المدير الفني ايه ان هو بيقدر يوصل اللعيبه بتاعته لفرص كثيره جدا واداء فني وتكتيكي داخل الملعب. اشرح لي بس الكره دي اشرحها لي اللي فاتت دي اللي فاتت دي ده بيرسي يعني بيرسي طبعا لا بيرسي جامد بس انا مش فاهم هو بيرسي عموما جامد لكن الفرصه اللي فاتت دي هي الكره وهي دي الكره هو ده الدرس درس الكره انت ممكن على خط الجون كمان تضيع وفي فرص كثيره جدا وامثله كثيره جدا في كره القدم فانت بتبقى انت رايح لازم دور المدير الفني ان هو ايه المشكله ان بيرسي تاو انت المباراه اللي هي بص انت قاطع كويس ودي مش اول مره بيرسي تاو يقطع القطعه دي هو قطع بدماغه الشوط الاولاني أيوة اللي كان على معلول خلاص انت وانت بتقطع انت تشريح الجسم غلط وكمان قرارك انك تحطها برجلك بالطريقه دي غلط. كل هدف بيرسي تاو ان هو يروح يلحق الكوره مش هدف ان هو يحط جول ودي ده بين فيرود وفيرود هو مش فيرود هو بيعرف يعدي كويس قوي. بيرسي تاو لعيب كبير بس الكوره زي دي انت لو فيرود هتروح بشكل تاني هتروح مواجه تقدر تحطها باي شكل غير الشكل اللي هو اتصرف فيه. صحيح. طيب النقطه في ايه؟ احنا اشدنا بكولر الشوط الاولاني وقلنا ان كولر وصل اللعيبه لفرص كتيره جدا اللعيبه ما قدرتش ان هي تسجل لكن الشوط الثاني اول حاجه اتاخرت في التغييرات ثاني حاجه انت مركز في المباراه اللي جايه خلاص انت اطمنت غير واحد بس مودست ايوه بس انا بتكلم ان انت طيب انت خليني الأول عشان اجري الوقت اذا انت متفق على انه الاهلي كان امام فوز سهل صعبه على نفسه.